عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. في حفظ الله ورعايته مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء ينطلق هذا الشوط شوطنا الثاني عشر خاصة بالجعدان، انطلاقة موفقة نتمناها للجميع. نسير مع البداية الأولى وناخذ المركز الأول والتحدي الأول هناك على الصدارة مشاهدينا الكرام ضمن شوطنا الثاني عشر. هنا من تصدر القيادة وسيطر اللي هو السيد سعيد بن محمد بن فارع الظاهري بدأ يسيطر على المركز الأول مخوف أو هنا الموج. الموج أعتقد بأن الموج على الصدارة بينما المركز الثاني زلقم متوج على الصدارة بينما المركز الثاني يتواجد شاهين سعيد بن غانم بن خيلة. أما المركز الثالث اللي هو شاهين محمد بن سهيل بن غانم النعيمي على المركز الثالث وصل وصل وصل. هناك أهلي بدأ يتحرك ولكن عودتنا إلى مقدمة الشوط، عودتنا إلى الصدارة، إلى المقدمة. الله يا بن فارع متوج، يبغي يتوج بهذا الفوز، يبغي يتتوج بناموس هذا الشوط على الصدارة وعلى المقدمة. طار 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 متوج على المركز الأول للسيد سعيد بن محمد بن فارع الظاهري. ولكن ابو سعود هنا بدا يتحرك سعود بن يوسف اهلي على المركز الثاني. الله 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 الله، تابع يا متابع، راقب الثنائي. الله متوج شاهين، الصراع الثنائي، المعركه الثنائيه. طار 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 طار، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الفوز والانتصار. متوج يتتوج بالناموس، تهانينا والناموس سعيد بن محمد بن فارع الظاهر المركز الثاني. شاهين ما قصر، سعود بن يوسف اهلي المركز الثالث للسيد اللي وصل على المركز الثالث. مشاهدينا الكرام شعار النعيمي هناك من حضر اللي هو محمد بن سهيل بن غانم. اما التوقيت الزمني 2:13 ثانية، تهانينا والناموس.